من لبنان: النظام يحاول العلاج والليرة بحيطان الألف. الزيادة الخادعة: حكومة النظام تعطي باليسار وتسحب باليمين. عرس بسفارة الإمارات بدمشق والمهر مهند المصري. وفي أوكازيون أيضاً: بيوت حلب سقطت أو آيلة للسقوط. مرحبا. لم تجعل السياسة الاقتصادية المتبعة الليرة السورية فقط في خبر كان، إنما تجاوزت حدود الجغرافيا حتى انتقلت عدوى تهاوي العملة الوطنية وهبوطها الحاد إلى جار لبنان. وللعدوى أسباب حتى تتفشى منها: ضغط وتوجيه من حزب الله على المصارف اللبنانية انطلاقا من عبارة سوربينا، وليس انتهاء بأن السمك الكبير يتغذى على السمك الصغير. وكما جاءت روسيا وإيران لبلع المفيد في سوريا، كانت الوجهة الأسهل للنظام هي لبنان، يلي لطالما مثلت نتيجة للاعتبارات السياسية رئة وشريانا ومهربا، ما جعل الليرة اللبنانية تصطف إلى جانب أختها السورية على الفلأ سوا. أما عن الكفيل والمتعاون والوسيط، فحسن نصر الله هو بطل المهمات الصعبة. ولمعرفة ما يجري في سوريا، من الضروري أن نعرف سوية ما الذي يجري في لبنان. تواصلنا مع المستشار المالي يونس كريم، ونقلا عن مصرفيين في لبنان، قام النظام على عدة مراحل قبيل تهاوي الليرة اللبنانية بسحب الدولار من السوق اللبناني عبر شرائه بالليرة السورية، أي دخول المصارف اللبنانية على المضاربة بالليرة السورية بعد توجيه وضغط من حزب الله. كان حزب الله الوسيط أو الكفيل لاعتمادات بنكية تم سحبها لصالح النظام على أساس استيراد سلع غذائية، وبطبيعة الحال لم تسدد قيمة الاعتمادات إلى الآن. ليس ذلك فقط، استخدم النظام لبنان لسد العجز في أزمة المحروقات، وهو ما تشير إليه البيانات الرسمية اللبنانية، إذ كان لبنان يستورد ضعف ما يحتاجه من المحروقات لتتجه هذه الزيادة إلى سوريا. أما في سوريا، ذهل السوريون خلال متابعتهم منذ الأحد حتى الأربعاء أسعار الصرف، حيث قفزت خلال يومين لتلامس حيطان الألف ليرة سورية، لتعود الليرة بعدها وتستقر عند 850. تقول الأرقام إن ما جرى من صعود في الليرة وهبوطها بمستوى أقل يخفف من القيمة الإجمالية لكتلة الرواتب والأجور المدفوعة للمدنيين والعسكريين. وبالعودة لعامل الزمان، تهاوت الليرة بشكل متسارع بعد مرسوم الزيادة من قبل بشار الأسد. يعني من الآخر، ما قام به النظام هو إعطاء الزيادة بيد وسحبها باليد الأخرى، ما يعزز بالتالي فرضية التلاعب بسعر الصرف داخل سوريا لصالح التيارات المنقسمة داخل سدة الحكم. بمعنى آخر، تنعكس خلافات رؤوس الأموال وبارونات الحرب داخل السلطة على أسعار صرف الليرة السورية والليرة اللبنانية. وبعيدا عن أي تعقيد، قدم النظام في عز الأزمة الحالية سلة غذائية، معكرونة سباكيتي، أرز، عدس، برغل، سكر، زيت، شعيرية. وبعد أن اعترض المواطن على قيمة السلة البالغة 10,000 ليرة سورية قائلا: هنا طفح الكيل، وصرخ عاليا متهما وزارة التجارة باستغلاله وقائلا: قيمة السلة لا تتجاوز 7,000 في السوق، جاء النظام ليضيف إليها علبتان من الطعم. طبعاً سلة غذائية رح تكون مطلب كل عائلة سورية موجودة، مو بدمشق ولكن بكافة محافظات سوريا. بالله بمعية قلبة، بس بنص مليون، لا تكتر لي حبة بركة على اللبنة الدعبي، الله يكرمك.
فيما يرجع الخبراء سبب كل ما يحدث إلى ما قبل الثورة في 2011، فناهيكم عن الفساد المستشري في مؤسسات الدولة المترهلة أصلاً، ما يمر به الاقتصاد السوري من مصائب ونكبات مرده إلى الصراع القديم المتجدد بين أثرياء السلطة والسباق لبنائهم كل على حدى إمبراطوريته المالية الخاصة. يقول الصحفي الاقتصادي مرشد النايف إنه لا يمكن التعويل في الوقت الحالي على أي انتعاش لسعر الصرف في ظل خمود وتهتك جميع عوامل الإنتاج التي تدافع عن أي عملة في العالم. وفي هذا السياق تساءل بعض الأهالي في مدينة السلمية عن توافر مادة السكر في المؤسسة الاستهلاكية وسط مؤشرات تزيد من المخاوف في الشارع مما هو أسوأ. وبينما يكثر الحديث المتناقل بين السوريين عن أن الحل يكمن في التغيير السياسي، يطلق بشار مرهوم تحذيرات من الخروج بثورة جديدة. بعد أن تقدمت وزارة الداخلية التابعة للنظام بطلب إلى دولة الإمارات لاعتقال رجل الأعمال السوري مهند المصري وإعادته إلى دمشق، استجابت فعلا السلطات الإماراتية، هرعت على الفور واعتقلت المصري وأعلنت ذلك عبر وسائل الإعلام، مستغلين الأجواء الحميمية اللي حضرها عبد الحكيم النعيمي السفير الإماراتي بدمشق والإشادة بالقيادة الحكيمة. تعتبرنا القيادة الحكيمة وفخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد. التهم وفق وسائل الإعلام الإماراتية ووسائل الإعلام الموالية هي تمويل الإرهاب. وفي تقرير لموقع حرية بريس حمل عنوان 10 أسباب قد تكون وراء اعتقال السوري مهند المصري، خلص إلى أن رجل الأعمال المعتقل لم يستطع من خلال حجم التناقضات والتقاطعات التي لعب من خلالها لإنجاح استثماراته في إقناع الإمارات والنظام على أن علاقاته المتنقلة أو المتنقلة بين الضفتين لم تكن أكثر من مجرد تجارة واستثمار بعيداً عن أي موقف سياسي متحيز. نذكر بعض الأسباب التي ذكرها الموقع. في 2011 انتقل الفرع الرئيسي لشركة المصري دماسكو العاملة في مجال العمولات والتصريف والبورصة والحوالات، انتقل من دمشق إلى دبي مع بقاء فرع دمشق يعمل حتى الآن ضمن سوق الأوراق المالية والأسهم، سوق دمشق للأوراق المالية والأسهم والحوالات. افتتح المصري فرعاً لشركته في إسطنبول منتصف العام 2017. يملك علاقات جيدة مع سفير النظام في أبوظبي ماهر بدور، وعلاقات جيدة مع رامي مخلوف، محمد حمشو وغسان القلاع، ما يعني بشكل طبيعي علاقة سيئة مع البارزين الجدد سامر فوز وقاطرجي إخوان وأبو علي خضور. رعت شركة دمشق حفل تكريم منتخب كرة القدم داخل السفارة السورية في أبو ظبي. اشترت دمشق عبر فرعها في اسطنبول المعادن في إدلب، أعادت إنتاجها في تركيا ثم صدرتها إلى دبي، إضافة إلى منتجات غذائية بالتعامل مع تجار محليين يتبعون لهيئة تحرير الشام. وفي مطلع عام 2019 أي هذا العام، رحب المصري بالمنطقة الآمنة وعبر عن دعم شركة دمشق للاستثمار وإعادة البناء فيها، في حين أفادت معلومات للصحيفة أو للموقع أن المصري عقد مع الحكومة التركية اتفاقاً على تمويل مشاريع لإعادة الأعمار في تل أبيض وراس العين شمال سوريا. عودة للأسواق وجولة للين مراد على أسعار اللحوم في دمشق. طيب ما؟ لا مو طيب. ليش جميل كتير طيب؟ شلون طيب؟ حاشينه رز على الحل، وين اللحمة؟ هذا اللي شو اسمه؟ انت شو دخلك بالموضوع؟ شو عرفك عن شو عم بحكي انا؟ على الهامش أعلن رئيس هيئة مخابر التحاليل الطبية سامر الخطيب عن رفع سعر الوحدة المخبرية من 200 ليرة سورية إلى 300 ليرة، يعني ارتفاع بنسبة 50% على أسعار التحاليل الطبية، حيث إن معظم المواد المستخدمة في التحاليل مستوردة من الخارج يعني بالدولار. بحسب شام اف ام، أكد الخطيب أن جزءا كبيرا من التحاليل الهرمونية والمعايرات الدوائية سيتوقف تقديمها بحال الاستمرار بالسعر القديم والذي لا يحقق التكلفة، حتى لافتا
إلى أن فئة المخبريين حالياً تتقاضى 0.35% فقط من الأرباح. إلى خبر آخر، نصيب الفرد السوري من السمك سنوياً كيلوغرام واحد فقط. قايلة للسقوط، أي حلب الشرقية واللي سيطر عليها النظام قبل 3 أعوام بعد تدمير الطائرات الروسية بنيتها التحتية، لا تزال تعاني ولا يزال عداد الضحايا مستمر هناك، حيث قتل عدد من المدنيين بعد انهيار مبنى سكني في حي المعادي. إليكم التفاصيل مع عبدالله طعمة. لم يكن احتفال النظام وروسيا عظيماً بالسيطرة على مدينة في سوريا كاحتفالهم نهاية 2016 بالسيطرة على حلب، عاصمة الاقتصاد والثقل السياسي المليئة بالمصانع والشركات الكبرى. وبدأ حينها الإعلام برسم الصورة الوردية القادمة للمدينة في ظل عودة الأمن والأمان كما يقولون. عشرات الوعود قدمها النظام لمن تبقى من أهالي حلب بتحديث البنية التحتية وإيصال الخدمات، كلها تبخرت مع الأيام، لكن كل هذا لم يكن ذا تأثير ما داموا في بيوتهم ينامون هانئين رغم دمار أكثر من 70% من مباني حلب بفعل القصف وفق الأرقام الدولية. أما 30 المتبقية فهي آيلة للسقوط أو سقطت بالفعل. نحو 10 مدنيين قتلوا في حي المعادي، بينهم نساء وأطفال، بعد انهيار المبنى الذي يقطنونه قبل يومين، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين، في ظل معاناة آلاف المباني في حلب من تصدع كبير يهدد بسقوط مبان أخرى كما حدث سابقا بداية العام الحالي، في ظل صمت النظام الذي لم يحرك سوى أنقاض المباني المدمرة. وفق آخر الإحصائيات التي أصدرتها مراكز مستقلة عن المباني في مناطق حلب الشرقية، فإن 4000 مبنى مهدد بالانهيار الكامل، 5000 مبنى آخر متصدع بشكل جزئي، بالإضافة إلى دمار نحو 70 بيتاً ومبناً بالفعل بشكل كامل أو جزئي، مع سقوط نحو 30 قتيلاً جراء هذه الانهيارات. بعد الفاصل، تسعير الذهب في عزاز بالليرة التركية والأسعار في تل أبيض تتضاعف.
هكذا كانت أسعار بعض المواد في تل أبيض مع خسارة الليرة السورية أكثر من 6% من قيمتها خلال يومين فقط. على كل ليس بعيداً عن تل أبيض في دير الزور، نقل تقرير لوكالة سمارت شكاوى المواطنين في القسم الخاضع لسيطرة النظام لعدم قدرتهم على سحب الراتب بسبب تعطل الصراف الآلي الوحيد في المحافظة. أما القسم الخاضع لقصد من دير الزور تحديداً في هجين، فقد سجلت أسعار المدافع ارتفاعاً في أسعارها، حيث قال أحد التجار للوكالة إن سعر المدفأ من نوع الأصيل بلغ 23,000 ليرة سورية بعد أن كان قبل أسبوعين 20,000 ليرة سورية فقط. مدفأة ميماس ارتفع سعرها إلى 24,000 بعد أن كان 22,000، فيما وصل سعر المدفأة الفلاحية أي صغيرة الحجم إلى 11,500 ليرة سورية بعد أن كان ب 9,000. حتى بوري الصوبيا غلي بمعدل 200 ليرة سورية حيث يباع ب 800. إلى أدلب حيث يرزح المواطن حالياً تحت وطأة القصف وتحت وطأة الغلاء الخيالي للمعيشة. على كل حال، ماذا تفعل حكومة الإنقاذ المقربة من هيئة تحرير الشام في هذا الوقت الحرج؟ هي أكيد ما نسيت أن الناس لا زالت تطالب بخروجها مع الهيئة. هذا بيان المجلس المحلي في مدينة عزاز بريف حلب الشمالي الواقع ضمن ما يعرف بمنطقة درع الفرات. قرر فيه المجلس كتابة أسعار بيع وشراء الذهب بالليرة التركية. القرار جاء بعد اجتماع بين نقابة الصاغة وأصحاب محال الذهب في المدينة. وكما كنا قد تابعنا في حلقات ماضية زيارات وفود من وزارة التجارة التركية إلى عزاز، حيث كان في استقبالهم دائما نقابة الصاغة في المدينة. سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي التفتوا إلى الخطوة، فكثرت الأسئلة والانقسامات بين مرحب بالخطوة وبين محذرا من مخاطر محتملة. فالذهب وفق وجهة نظر الكثير لا يتأثر كما تتأثر باقي العملات. مع انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، يواجه السوريون اليوم تحديات كبيرة في ظل ارتفاع الأسعار وندرة بعض السلع. في مدينة الباب شرق حلب الوضع ليس استثناء رغم الاستقرار النسبي للمدينة وقربها من تركيا. كيف لعامل أو موظف أو حتى عاطل عن العمل أن يتأقلم مع الحالة الاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة في ظل انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية؟ غلاء فاحش ميكن، ونحن يا عمال يعني ايش قد من اخذنا اليوم اجورنا ما راح تكفي، يعني المشتكى الى الله، ايش نسوي ايش نعمل ما بعرف، ما عم نأمن جزء بسيط والحمد لله بسيط من العيشين. وعجب ايش بصير لعدام الله اعلم، هل الخلق طلع هيك دولار شيء صار بالهبل ما هو هيك. ربما تكون هذه الأزمة أقل ضرر على السوريين الذين يتقاضون مرتباتهم بالعملات الأجنبية، لكن الضرر الأكبر
يعود على من يتقاضى أجره بالليرة السورية لما يترتب عليه من أزمات ترافقه مع كل انهيار تتعرض له الليرة السورية. في عدة أسباب لعوام انهيار الليرة السورية، منها عدم وجود القطع الأجنبي بالمركزي وحصار النظام بهذا الأمر، والأحداث اللي صارت بلبنان طبعاً، وقلة الدعم للنظام بهذه الفترة، يعني حاصروه وما عادوا دخلوا دولاراتهم. الخضروات والفواكه وجميع المواد الغذائية تأثرت وارتفعت أسعارها نتيجة الانخفاض الحاصل، حيث ترى في مدينة الباب البضائع مكدسة وحركة البيع تراجعت بنسبة كبيرة. السوق حاليا بالنسبة للارتفاع، المواطن العادي البسيط صار يتدين ليجيب يشتري مثلا المواد وقدرته ضعيفة، الزيت مثلا كان 2000 ليرة صار 3400، والشاي ارتفع والرز ارتفع، يعني مواد ارتفعت كثير، والإنسان اللي عنده قدرة صار يشتري بدل زيادة، بدل ما يشتري قطعي قطعتين يخاف انه يزداد مع الدولار او المواد تغلى. عصب الشتاء، المازوت أو المحروقات بمختلف أصنافها ارتفعت أسعارها بشكل كبير نتيجة عوامل عدة، أبرزها تقطع طرقات المنطقة لا سيما مع انطلاق عملية نبع السلام العسكرية، بينما تجد في الأسواق اليوم محروقات استوردت من تركيا تباع أيضا بأسعار مرتفعة. مع انخفاض قيمة الليرة السورية وتداعيات ذلك على جميع أشكال الحياة هنا، يحاول بعضهم قطع التعامل بالعملة المحلية والاتجاه إلى التعامل بالليرة التركية والدولار الأمريكي، لعل ذلك يخفف من هول الانهيار الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. همام الزين، تلفزيون سوريا، مدينة الباب. بدأت بعض المناطق في شمال حلب استخدام العملة التركية بدلاً عن الليرة السورية بسبب التدهور الأخير أمام الدولار. هل يعتبر استبدال الليرة السورية بالتركية في شمال سوريا أمراً مجدياً؟ نعم أم لا؟ بانتظار أجوبتكم. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أوكازيون انتهى، وإلى اللقاء.